استعتام عدسة العين أو الساد أو المياه البيضاء، كلها أسماء لمرض واحد يؤدي تدريجياً للعمى. هذه المشكلة الصحية التي عادة تصيب كبار السن يمكنها أن تصيب الأطفال والشباب من جراء أمراض معينة أو بسبب حوادث مفاجئة. هو أكثر العمليات التي تجرى في طب العيون تقريباً داخل المشافي هي عمليات زرع العدسات داخل العين. زرع العدسة داخل العين عادة يحصل بسبب وجود الماء الأبيض أو الساد، والذي هو نتيجة طبيعية للتقدم بالعمر، أو أحياناً يحصل كمضاعفات لاستعمال أدوية مثل الكورتيزون، وأحياناً يحصل في الداء السكري المتقدم ويحصل أكثر في الداء السكري الشبابي. هناك أيضاً حالات كثيرة من حالات الساد أو الماء الأبيض عند الأطفال ولادية، مع ما يرافق ذلك من عمليات أكثر تعقيداً من عمليات زرع العدسة الطبيعية بالإضافة إلى زرع العدسة. تهدف الجراحة إلى علاج مشكلة المياه البيضاء وزراعة عدسة اصطناعية داخل مقلة العين بدلاً من العدسة المتأثرة بهذه المشكلة الصحية، وتساعد على تحسين القدرة على الرؤية بوضوح وتحسين نمط حياة المريض بشكل كبير. هناك أيضاً حالات لا يمكن فيها إصلاح عيوب العين الانكسارية بالجراحة التقليدية مثل الليزك على القرنية. هذه الحالات هي التي يكون فيها كمية قصر البصر شديدة، أكثر من 10 درجات، 15 درجة أو أكثر. بهالحالة نلجأ إلى زرع عدسة أمام العدسة الطبيعية للمريض بدون استخراج العدسة من عين المريض. هذه العدسة نسميها ICL. هذه العدسة سماكتها في المركز 50 ميكرون فقط. هذه العدسة سمحت بتحقيق قفزة نوعية جدا في الجراحة الإنكسارية. أصبح بإمكاننا الآن علاج العيون المصابة بحس البصر 15 درجة أو 20 درجة أو أكثر دون اللجوء إلى التلاعب بالقرنية. معنا من بيروت اختصاصي في أمراض وجراحة العين الدكتور حسان عبد العزيز. صبحك الله بالخير يا دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. طب دكتور، نتحدث اليوم عن جراحات العين المتعلقة بالمياه البيضاء. عادة في أي مرحلة من مرحلة المياه البيضاء تتم هذه العمليات؟ عملية مي البيضاء أو الكاتاراك سيرجري بتصير كل إنسان فوق 40 سنة by definition بالمبدأ عنده مي بيضاء، بس تستوي على عمر معين. إشمالا أوقات تستوي على عمر عادة عن 60 و 70. بس حاعطيكي أنا مثلا بقول لهم ياها للمرضى كل ما تبعوني، إذا عنا رسام أو أرتست بده يلاقي فرق الألوان بالأزرق على عمر 45 أوقات يكون استوت عنده مية الزرع، لأنه ما عم يقدر يميز الألوان بشكل جيد. وعندك أوقات عمر 90 مرة فيها تفوت وتعمل حاجاتها اليومية بدون ما يكون لازم عملية مية الزرع. فهي كتير بتعتمد على المريض، وقت المريض يكون عم يشتكي من نظره ساعتها منبلش نعمل عملية الكاتاراك أو مية البيضاء. طيب دكتور، يعني هل هذه الجراحة تعتبر من الجراحات التي تحتاج تخدير عام أو يكفي التخدير الموضعي؟ يعني يمكن في ناس كثير تخاف من الجراحات المتعلقة بالعين تحديدا. لا، عملية مي البيضاء الكاتاراك سيرجري هي أكثر عملية بتنعمل بالعالم، وهي تحت بنج موضعي. يفوت المريض ويطلع بذات اليوم، في نفس اليوم يكون بيظهر ويرجع على حياته اليومية، تقريبا بدأ أسبوع لإعادة تكتيل وبيرجع المريض بيكمل حياته طبيعية جدا. بعد أسبوع بعد أسبوع يقدر يكمل حياته طبيعيا؟ إجمالا نعم. هلأ مثل ما كان عم بيقول كان دكتور ياسر، نحن عنا بمركز في موصول طبي بدبي عنا كتير سبسبيشلايز ميديسن نستعمل، يعني كل حدا بتخصصه. دكتور ياسر هو واحد من الورد ليدرز بكاتراك سيرجري، ويعمل العملية مي البيضاء وبشيله بيحط كذا نوع عدسة ممكن نحط. أنا ونحن كمان أنا متخصص بأمراض الشبكة، وإذا في أي اشتباكات خلال هدول العمليات، إذا حدا صار عنده اشتباكات بعملية مي البيضاء، نحن فينا بمركز كيموسورتو فينا
نتخطاهم. طيب لهالاشتباكات دكتور، يعني هل هذه الجراحة تعتبر آمنة عموما، ما فيها خوف، يقدر المريض يشوف بشكل جيد بعد أسبوع، يعني ما منها أي خطر؟ أي أكيد، إذا كانت ب 95-99% تقريبا من كل عمليات ميت الزرقاء، المريض حتى تاني نهار بيكون عم يشوف أحسن بكثير من قبل العملية دغري، وبعد أسبوع بيكون عم يشوف النتيجة النظر بيكون كثير منيحة. طيب يعني دكتور حسان، هل في مضاعفات ممكن تحصل بعد العملية؟ إيش نوع المضاعفات؟ إيش أسبابها؟ إجمالا بتكون الأناتومي تبع المريض، بيكون إذا المريض عنده أمراض اللي عنده بروستات، بيكون عم ياخذ أدوية للبروستات بتخلي العدسة تكون ما كثير ثابتة، الكيس يلي بيحمل العدسة أوقات إذا حدا أخذ تراما أو مضروب ضربت عينه من زمان بيكون منا ثابت العين، هدول كلياتهم مضاعفات نحن بنحاول نكتشف أسبابها قبل العملية. بيكون إذا عنا فحص كامل وشامل للعين قبل ما نفوت على غرفة العمليات نكون متأكدين فينا نتفادى معظم هالمضاعفات المعقودة تصير. طيب دكتور، متى نقدر نقول عن حالة مصابة بالمياه البيضاء أنها حالة صعبة أو معقدة، وأنه ممكن يصير عليها بعض المضاعفات أو يكون منها بعض الخوف؟ متى؟ مثل مثلا اذا حدا مثل ما قلت لك عنده تراما، اكلها ضربه على عينه وهو كان سبب المي البيضاء انه صارت. نحن بلبنان بنسمي الكاتراك مي زرقاء، بس بالعالم العربي في كثير محلات بسموها مي بيضاء. هلا اذا الكاتراك صارت لونها ابيض، يعني بطل هي لونها ترانسبيرنت شفاف، وقت تصير العدسه لونها بيضاء معناتها بيكون الببو حتى لونه ابيض، هون بنعرف انه المريض نطر فترة طويلة كتير قبل ما يجي يعمل عملية المي البيضاء، بنسميها وايت كاتراك. إذا هيدي معناتها إنه معقول يكون في مضاعفات أكبر. إذا المريض عنده ضغط بعينه، إذا المريض عنده مشاكل بالشبكة من قبل، في كذا شكل ممكن يكون عنده إياها المريض قبل ما نعمل العملية، قبل ما نفوت على العملية. نحن أهم شيء الإكزام أو الفحص الكامل قبل العمليه كرمال نقدر نعرف اذا هذا المريض حيصير عنده مضاعفات خلال العمليه، ساعتها فينا نتجنبه كلياته. طيب دكتور، يعني بالعاده ما نسبه نجاح هذه العمليه؟ هل يعني يستطيع الطبيب ضمان مدى نجاح العمليه انها حتكون 100% او تختلف النسب؟ يعني انا على بقول للمرضى، انا شوي على الامريكاني، يعني الامريكان ستاندردز ما فينا نقول انه في شيء مضمون. كل عم حدا بفوت على غرفة العمليات في نسبة النجاح جدا عالية، من 95-99%، بس ما في شيء مضمون، يعني ما فينا نقول له للمريض 100% مضمون، لانه ما حدا في يضمن شو معقول بيصير خلال العملية، بس نسبة نجاحها جدا عالية. واذا انت موجودة بمركز مثل مركز بمنصور الطبي اللي موجود عنده احدث التكنولوجيز، ويكون عندك كاتراك سيرجن يعني اختصاص بالمي البيضاء، وعندك اختصاص شبكي موجود على بالمستشفى، اجمالا كلياتهم هدول فينا نتفادى كل هالاشتباكات اذا نحن عندنا الاكويبمنت وعندنا الدكاتره يلي بتقدر تامن احسن كير للمريض. نتمنى الصحة والسلامة للجميع يا دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم. دكتور حسان عبد العزيز، اختصاصي في أمراض وجراحة العين، كان معنا من بيروت، يعطيك ألف عافية. شكرا.